لجماهير نادي الشرطة. واليوم ثالث قوزي على التوالي، وزال الدوري على التوالي. أهلاً أهلاً وسهلاً. خلونا والجوي يطح، راح الدوري راح والجوي يطح، راح الدوري راح والجوي يطح. أهلاً حياة الدوري راح والجوي يطح. ألف ألف مبروك لكم. و ان شاء الله هذا الفوز الثالث، هذا عفوا الدرع الثالث انه، وان شاء الله الافراح دائمه جمهور الشرطه، وان شاء الله هو الاول دائما بعون الله تعالى. راح تتعشى ان شاء الله؟ شنو تعشى فوزي. مبروك مبروك. الليله 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 والعباس شرطاوي. الليله 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 سيد جاسم، سيد جاسم انا ابارك لك سيد جاسم. الله يحفظك سيد جاسم الوالي. طبعا انت يوك اللعبه تجي من الكوت، اشوفك في كل المحافظات. الف مبروك. شو تقول؟ الف مبروك للشرطه ولجمهور الشرطه، واخذنا الدوري من غبشه. من غبشه؟ من غبشه ثالث. طبعا الف مبروك لكل الجمهور، خاصة جمهور الشرطة. وطبعا موسم كامل علينا الحكي والسوالف، وهذا وكل ساعة طالع لنا واحد اني واني واشتغل بالخلاني. تحياتنا وش نقولهم؟ باي باي.